السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بس يعني أنا كم سؤال على الطائر وبقيت أجاوبهم على الطائر الحين في الفيديو قصير اللي هو مركز العواطف عواصف عواطف من عواطف هذه سلموا عليها. إنزين وعندنا أندومركس وأندومرابتر كلهم واقعين تحت الكنترول روم. ندخل الأبحاث إنزين وندخل في المنطقة هاي. الأندورابتر والأندوركس هني هذا اثنين، هذا أندومونس ركس وهذا أندومونس رابتر. حق الاندومينوس ركس لازم نسوي اول شيء 4 ريسيرش سنتر، يعني رابع جزيره نقدر نبدا نسوي للبحث هذا. حلو. ومحتاجين نيب التيركس. التيركس طبعا احنا نفتحه مع الابحاث مع الجينات، وانتم تلعبون بيكم لاحم تيركس ومن تجيبون 100% جينات والفوليسي رابتر. طبعا تعرفون هاي اماكن صح على الخريطه تطلع هني عندكم، يعني الرابتر والهذا يطلعون لنا هنا. واذا بعد تبون مثلا تفاصيل زياده كيف يون سوري، ندخل مره ثانيه مركز الابحاث وندخل على الجينات ونشوف وين صار الجينات. زين هاي الاسبيشال خلهم جيناتك ريسيرش هني هني الرابتر الربع. لحظه وين الرابتر؟ بريانكس فولن كينجدوم رابتر بيطلع وياكم مع المهمات. انتم خلصوا مهمات والجزيرتين عندكم رابتر، اكيد عندكم تيركس ورابتر. اذا ما عندكم قولوا لي مره ثانيه، اسالوا تحت في الكومنت وانا بقول لكم بعد من وين تجيبونهم. مش مشكله تجيبون تيركس والرابتر وتسوونهم 100%، وفي رابع جزيره على طول تسوون حق هذا الريسيرش بمليونين بيكون عندكم على الاغلب. الاندورابتر شوي غير، لازم بيكون عندكم اندومينوس ركس لانه بيكون بي قبل اصلا في كل الاحوال. انتم بتحتاجوا 5 ريسيرش سنتر اصلا. وتصيرون اللي يفرق بنحتاج اندومينوس ركس اللي هو مطلعينه انتم مفروض، وتحتاجون فوليسي رابتر واللي هو اصلا مفروض يكون موجود على اساس انكم تطلعون هذا. فيوم بتصيرون لين هاي الجزيره اللي هي سورنا رابع جزيره ولا خامس جزيره، 1 2 3 4 5 هاي خامس جزيره نفتحها. تدخلون فيها وفي المهمات اللي بتندرج تحت وين؟ تحت السكيورتي. تخلصون السكيورتي دايركت في جزيرة سورنا، انا اتكلم عن هاي الجزيرة يوم تصلونها. تخلصون كل السكيورتي مشنز اللي يطلع لكم بيفتح لكم الجينات مال الموضوع هذا. اما بخصوص مركز العواصف انا اوريدي سويته، بس هو كان واحد من المشنات هني. كيف اطلعه اذا مثلا انا ما اعرفه وين مكانه؟ نروح الكنترول روم، ندخل على منو ريبيتيشن. شوفوا يوم ندق عليه كليك يقلب لنا صفحه ورا. حلو. هذا هني تشوفون انتم شو طلعتوا خلال هذا المكان. هذا هني نحن شو طلعنا؟ ساين سنتر، انوفيشن سنتر، ما نبا كوميرشال بارك، ما نبا سكيورتي بروتوكول، تافنس كذا، اكستاك انكيبيشن سبيد، بري هيستوريك لايف. يمكن كان مشن قبله، بس المركز العواصف يطلع بروحه في اول شيء ترى. فانا ما برجع لكم على كل الجزر كامله، بس حاولوا تتبعون اللي هو مصدر المهمات. بس هي المركز العواصف هني اذا تبعتوا المهمات، ترى اهم شيء في اللعبه انكم تتبعون المهمات اللي هني. تدخلون كنترول روم تشوفوا المهمات، المهمات اللي تفتح لكم كل شيء في نهاية اليوم. بكونوا وايد وايد منتبهين لسالفة المهمات هاي. بعد ذلك اتمنى يكون الشرح واضح. اذا الشرح مش واضح انا بعدين بسوي لكم بعد شيء ثاني، يعني بسوي لكم فيديو ثاني باذن الله. بس هاي كيف تفتحونهم بيكون عندكم نتائج طيبة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.